شارع البهجة والسعادة، شارع بيكون هو الدليل على إننا وصلنا للمدينة الجميلة، شارع مليان بريحة اليود والبحر. رحلتنا هتكون في طريق قناة السويس، الجسر اللي بينقلك من طريق السفر لبحر اسكندرية الرائع. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. يلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، واحنا رايحين على كورنيش اسكندرية بنعدي من شارع او من طريق متسمي على اسم قناة السويس الرائعة. طريق مليان بالمعالم ومنه ممكن تدخل لعدد من احياء اسكندرية الجميلة. رحلتنا هتكون في طريق قناة السويس، واللي لما توصله هتحس بالفرحة وتفتح شباك العربية كده عشان تشم ريحة البحر وتحس بهوى اسكندرية البديع. دخلنا شمال بالفعل وحنبتدي رحلتنا جوه الطريق، وعلى ناصية الطريق وعلى ايدينا الشمال بنلاقي سيتي سنتر اسكندرية، واللي فيه كارفور وهو من اهم مولات اسكندرية واكبرها، ويعتبر من المزارات الحلوة في اسكندرية. شارع زي ما شفنا بيبتدي من طريق مصر اسكندرية الصحراوي وحينتهي عند الكورنيش، قريب كده من مكتبة اسكندرية وقريب كمان من جامعة اسكندرية. فعلا لما هتوصل هنا هتفرح، لان الطريق بيكون هو اول لفة واول استخدام للتركسيون بعد ساعات طويلة من الطريق الطويل المستقيم. طريق هنا زي ما حضراتكم شايفين نظيف جدا ومليان بالنخل زي ما هنشوف خلال رحلتنا جوه طريق قناة السويس. عايز اقول لكم ان مدينة اسكندرية اللي احنا فيها هي العاصمة التانية لمصر، بل وكانت عاصمة مصر في وقت من الاوقات. المدينة اسكندرية اللي أنشأها الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد، وده لما ردم جزء من المية كان بيفصل بين جزيرة ممتدة قدام الساحل الرئيسي وكان اسمها فاروس، وقرية صغيرة كده كان اسمها رقودة. اسكندرية فضلت عاصمة لمصر من وقتها ولغاية الفتح الإسلامي يمكن حوالي 1000 سنة، وبعد كده وفي سنة 641 من الميلاد اتغيرت العاصمة. احنا مازلنا ماشيين في طريق قناة السويس وبنتفرج على جمال شوارع اسكندرية وبنتفرج على جمال دروب واحياء اسكندرية. كان على يميننا دلوقتي معلم من المعالم المهمة في اسكندرية، وهو الحديقة الدولية اللي اتعملت سنة 1984 وافتتحت سنة 1990. انا بصراحة مش عارف هل الحديقة الدولية دلوقتي بتتطور ومقفولة ولا مفتوحة، لكن عايزة اقول لكم ان احنا في طريق من الشوارع الرئيسية والمهمة في اسكندرية، ومفيش حد اسكندراني ما يعرفوش، ويمكن مفيش حد جه اسكندرية الا وعدى ومشي فيه، لان كمان الطريق هنا بيعتبر مدخل لاسكندرية للي جاي من الطريق الزراعي او الطريق الساحلي الدولي او الطريق الدائري. الجو النهاردة في اليوم اللي انا بصور فيه جو شتوي رائع، ولكننا في عز الصيف، السماء مغيمة كده والجو في قمة الروعة. شارع قناة السويس، ويمكن زي ما هتشوفوا كمان شوية هتحسوا اننا ماشيين في منطقة واطية كده، ويمنها وشمالها جوانب عالية وكأنك ماشي في مجرى مائي او ترعة. الاحساس اللي انت هتحسه ده هيكون احساس حقيقي، لان الشارع هنا زمان كان ترعة، مش بس كده لكن كان اسمها ترعة الفرخة، اسم غريب جدا لكننا هنعرف معناه دلوقتي حالا. ترعة دي يمكن اتحفرت سنة 1860 في عهد الخديوي اسماعيل، وهي اللي كانت بتنقل المية لأول محطة لتنقية المية في اسكندرية، واللي هما كانوا بيسموها وابور المية، لأن أهل اسكندرية كانوا بيقولوا على أي مكنة لرفع المية كانوا بيقولوا عليها وابور. فكان بقى جزء من المية بيوصل للمحطة والجزء الباقي بيروح لمنطقة الشلالات الموجودة حاليا. كان ساكن على جانب من جوانب الترعة الخواجات في فترة الخمسينيات، وكمان كان ساكن للطبقة المتوسطة من المصريين زي الكاتب ألفريد فرج ولورانس داريل صاحب رواية رباعية اسكندرية اللي حكينا عنها في بعض رحلات اسكندرية. على الجانب التاني بقى من الترعة كان ساكن الغلابة والناس اللي على قد حالهم، واللي كانوا بيسموهم الحرافيش، زي ما قال الأديب الكبير والأديب الإعلامي المصري نجيب محفوظ. احنا ما زلنا بنكمل طريقنا في طريق قناة السويس، واحنا رايحين في طريقنا كده من طريق مصر اسكندرية الصحراوي ورايحين على كورنيش اسكندرية.
نرجع ونقول ان وقت وجود ترعه الفرخه ما كانش فيه طريق صحراوي لاسكندريه، وكان كله الطريق الزراعي، لكن لما تم انشاء الطريق الصحراوي قرروا ان هم ينشفوا ترعه الفرخه ويستبدلوها بالطريق اللي احنا فيه دلوقتي، والميه اللي بتوصل للمحطه بقت بتوصل عن طريق مواسير ضخمه اتدفنت في الارض. احنا لسه ماشيين في ترعه الفرخه، يعني اقصد احنا لسه ماشيين في طريق قناه السويس، وطالما موجودين هنا في شارع شايل اسم قناة السويس الرائعة، فعايز اقول لكم ان كلنا عارفين ان قناة السويس هي ممر مائي صناعي بيوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط، وقللت وقت الرحلة بشكل رهيب، واللي كانت السفن كانت بتستخدم قبليها طريق رأس الرجاء الصالح، وبداية التفكير فيها حصل مع الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، لكن الفكرة ما اكتملتش. احنا طلعنا بالفعل كده واحنا موجودين لسه في طريق قناة السويس، وموجودين دلوقتي على كوبري محرم بك، وبقينا موجودين في المنطقة الجميلة جدا في اسكندرية واللي هنحكي عليها كمان شوية صغيرين. نرجع ونحكي على قناة السويس، وفي سنة 1854 قدر دليسيبس ان هو يقنع محمد سعيد باشا بالمشروع، وخد فعلا لشركته امتياز حفر قناة السويس وتشغيلها لمدة 99 سنة. سنة 1956 بقى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قرر ان هو يأمم قناة السويس، وده اللي يمكن تسبب في العدوان الثلاثي على مصر من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني. احنا بالفعل زي ما قلت لكم احنا موجودين على كوبري محرم بك، واللي بيكون يعني يمكن زحمة بشكل كبير، واحنا دلوقتي موجودين في حي محرم بك، وزي ما اسكندرية صاحب التاريخ وحضارة ومجد، فالحي اللي احنا فيه حي عريق ومن اشهر احياء اسكندرية، وكان ملتقى للجاليات الأجنبية في مصر، وكان عايش فيه الصفوة من القرن 19 من الأمراء والبارونات، وده بعد ما بريطانيا قصفت الحي الأوروبي في منطقة المنشية سنة 1882. اتملى الحي هنا بقى بالقصور والفلل بعد كده، حي متسمي على اسم محرم بك زوج تفيدة هانم بنت محمد علي باشا. الراجل ده كان قائد للأسطول البحري في المصري لغاية سنة 1826، وكمان كان محافظ الإسكندرية لغاية ما مات سنة 1847، واتدفن في مسجد النبي دانيال. يعني بصراحة يعني حكايات اسكندرية ما بتنتهيش، وعراقة وتاريخ المدينة الجميلة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي يعني عراقة رائعة جدا. بعد ما نزلنا من الكوبري كده ومكملين طريقنا في طريق قناة السويس الجميل، هتلاحظ بقى الجزء اللي انا كنت لسه بكلمكم عليه من شوية صغيرين، وهو ان الشارع هنا وكأنه بالفعل مجرى مائي، والبيوت والعمارات اعلى منه نسبيا على الجانبين زي ما حضراتكم شايفين. احنا لسه موجودين في حي محرم بك، ويمكن الحي ده كان مقر للطبقة الارستقراطية، لكن دلوقتي بقى حي متوسط ساكن فيه المصريين الجدعان وفيه نوبيين كتير. حي موجود فيه كنيسة العذراء مريم ومدرسة سان جوزيف الفرنسوية والمدرسة الطلياني الدون بوسكو، كمان موجود في مسجد أنجا هانم واللي كانت مرات محمد سعيد باشا والي مصر، موجود كمان في الحي قصر الأمير عمر طوسن واللي كان لقبه أمير اسكندرية، والقصر ده موجود على ترعة المحمودية، كمان في محكمة كرموز، وكل ده موجود في حي محرم بك اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. بصوا بقى اسكندرية من المدن والمحافظات اللي لو جيتها هتتبسط جدا ومش هتتكلف كتير. يمكن قرى الساحل الشمالي متنظبة أكتر هادية بشكل أكبر، لكن اسكندرية مختلفة، وأول ما هتزور اسكندرية هتحس بالكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي. اطلع على اسكندرية الصبح بدري ساعتين بالقطر، انزل محطة الرمل وافطر عند جاد أو محمد أحمد، روح على مكتبة اسكندرية وخد لك جولة سريعة يعني هتتصور صور رائعة جدا في مكتبة اسكندرية، وبعدين اطلع على قلعة قايتباي، وقبليها كل جيلاتي من عند عزة أو من مكرم أو من الصعيدي، وبعد كده كل أكلة سمك رائعة جدا، وبتركب الأوتوبيس السياحي هتاخد بيه جولة رائعة جدا على البحر من بحري للمنتزه، وتقعد في شاطئ من الشواطئ الكتير جدا المنتشرة في اسكندرية، هتستمتع بالبحر والرملة، وبعدين هتسافر وترجع لبلدك بعد ما شحنت طاقتك بمشاعر إيجابية.
احنا لسه بنكمل طريقنا، وبقى على يميننا دلوقتي مدافن الاقباط الكاثوليك، وعلى شمالنا حديقة الشلالات الرائعة جدا واللي لسه كنت بكلمكم عليها من شوية صغيرين، واللي كنت بقول لكم عليها ان كانت المية الفايضة كانت بتروح لمنطقة الشلالات اللي موجودة دلوقتي. طول ما احنا ماشيين بقى في طريق قناة السويس بحاول ان انا اوضح لكم اسماء الشوارع اللي هتقابلنا يميننا وشمالنا، اسماء المدارس اللي موجودة في الطريق، اسماء المدافن اللي موجودة على يميننا. بصراحة طريق مليان بالمعالم، وزي ما قلت لكم هو جسر بينقلنا من طريق مصر اسكندرية الصحراوي لغاية بحر وكورنيش اسكندرية الجميل، واللي يمكن الجزء الفراغ اللي بقى باين قدامنا دلوقتي ده اول ما بنوصل في الجزء اللي احنا فيه دلوقتي بنستمتع بيه وبنحبه جدا، لاننا بنبقى متأكدين ان احنا وصلنا للبحر. يمكن شايفين دلوقتي ترماي اسكندرية اللي هنعديه مباشرة، قضبان الترماي اللي هنعديها مباشرة دلوقتي هو الترماي الجميل جدا، واللي يعتبر من اقدم وسائل النقل الجماعية في افريقيا كلها. منا جمعية الشبان المسلمين وكلية الآداب جامعة اسكندرية هي اللي موجودة على شمالنا دلوقتي، ومسجد جمعية الشبان المسلمين هو اللي موجود على يمنا. وزي ما انتم شايفين في عدد كبير من الشوارع اللي بتقابلنا، ويمكن اللي على يمنا دلوقتي واحد من أشهر شوارع اسكندرية وهو شارع بورسعيد، وممكن من أطول كمان شوارع اسكندرية. وإحنا موجودين دلوقتي في منطقة الشاطبي، وشارع بورسعيد ده بيفضل مكمل معانا لغاية ما بنوصل لسيدي جابر. احنا بالفعل كده بقى قدامنا بحر اسكندرية الجميل في اليوم المغيم الرائع جدا اللي احنا بنصور فيه النهاردة. لما سألت اسكندرانية عن اسكندرية وهل بيحبوا القاهرة، قالوا ان هم بيجوا القاهرة لكن اسكندرية بالنسبة لهم هي البيت. اما بينزل القاهرة بيتفسح في اماكن كتير، بيجرب حاجات مختلفة، لكن اسكندرية بشوارعها وبيوتها والبحر ونسمة الهواء بالنسبة له بتكون دايما مختلفة. اسكندرية حتى ولو كانت صغيرة ومجال الشغل فيها ضيق، إلا إن الدفى والروح اللي موجودة في اسكندرية كفيلة إنها تغنيك عن أي حاجة تانية في أي مكان. احنا خرجنا بالفعل من طريق قناة السويس وبقينا موجودين على طريق الجيش او كورنيش اسكندرية الجميل جدا جدا جدا. على يمنا دلوقتي المبنى الرئيسي لجامعة اسكندرية، وحنلف كده وندخل مرة تانية طريق قناة السويس عشان نشوف جزء من طريق قناة السويس من الاتجاه التاني. وبما اننا على البحر والجو مغيم كده وفي من جو الشتاء، عايز اقول لكم ان اسكندرية في الشتاء حاجة تانية وتالتة كمان. كل الاسكندرانية بيحبوا الشتاء جدا، في بينهم وبينه تفاهم حتى لو جالهم دور برد في اوله. حبوا هدوء الليل في الشتاء، في روقان الشوارع وفي لسعة البرد وانت ماشي ولابس الجاكيت تحت المطر، كل حاجة بتكون اروق واهدى واصدق. يعني ادعوكم تزوروا اسكندرية في الشتاء، حاجة كده اخر جمال وخيال وروعة. يعني زبط وقتك بعيد عن النوات، هتستمتع بأحلى وأجمل جو، ومش عايز أقولك إنك هتستمتع يمكن أكتر من الصيف بكتير. يعني جرب تزور اسكندرية في الشتاء وهتدعيلي. احنا لسه موجودين في طريق الجيش وموجودين في كورنيش اسكندرية، واللي موجود برضو عليه عدد كبير جدا من المعالم في طريقنا. هنلف زي ما قلت لكم يوترن وهنرجع مرة تانية عشان ندخل طريق قناة السويس بعد مكتبة اسكندرية مباشرة. زي ما قلت لكم من شوية، أول ما بتوصل للبحر سواء كنت طفل صغير أو حتى كبير أو حتى شيخ أو حتى جد، بصراحة البحر محدش بيختلف عليه، إحساس جميل جدا وشعور مش ممكن تحسه إلا لما بتوصل للبحر. بتفتح شبابيك العربية وبتقفل التكييف مهما كانت درجة الحرارة برة، بتستمتع بريحة البحر وريحة هواء وجو اسكندرية الرائع. يعني بصراحة بتبقى متعة ملهاش حدود. شكل مباني اسكندرية العريقة والتاريخية والتراثية جميلة جدا. احنا نعتبر دلوقتي في منطقة الشاطبي الرائعة، او ما بين الشاطبي وكامب شيزار، واللي موجود فيها معالم ملهاش حصر. كفاية ان الشاطبي موجود فيها مكتبة اسكندرية واستاد اسكندرية ونادي الاتحاد اللي بيقولوا عليه هنا في اسكندرية سيد البلد. وعايز اقول لكم ان نادي الاتحاد ده فضل هو صاحب الشعبية التانية في مصر فترة طويلة من الزمن لغاية ما قدر الزمالك انه ياخد المكانة دي. الجزء اللي احنا فيه دلوقتي يمكن دايما بيكون زحمة، لان زي ما قلت لكم مليان بالمعالم الكتيرة جدا في الحي اللي احنا موجودين فيه النهاردة. لما بزور اسكندرية يمكن كل حاجة قديمة موجودة جوه المدينة الجميلة دي بتفكرني بروقان الزمن الجميل.
لما ما كناش بنجري ورا كل حاجة ويا ريتنا بنلحق أي حاجة. كانت حياتنا هادية ورايقة ومريحة وما فيهاش أي نوع من أنواع الصراعات. يعني لما بتشوف كده الترماي القديم الجميل في اسكندرية بتفتكر الأيام الجميلة اللي زي ما بقول لكم ما كناش بنجري ورا أي حاجة، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه، كان كل واحد بيحب الأيام، بيحب الخروجات. كانت كل الخروجات بتعتمد على الحركة، بتعتمد على إن إحنا نتفرج على حاجات كتيرة، بتعتمد على الثقافة زي ما إحنا شايفين دلوقتي قدامنا أو على شمالنا دلوقتي أهي مكتبة اسكندرية. كنا بنروح المكتبات وبنقرأ وبنتفسح وبنحس بإحساسات يمكن غابت عننا بعد صراعات الحياة الكبيرة جدا واللي كلنا بنعيشها. احنا بنلف اهو يوتيرن ولسه موجودين في طريق الجيش وكورنيش اسكندرية. طبعا لو كنا كملنا على طول كنا هنروح على قلعة قايتباي ومنطقة بحري، كنا هنعدي على محطة الرمل، لكن احنا عملنا يوتيرن وبقى مستشفى الشطب الجامعي هو اللي موجود على يميننا دلوقتي. وكانت مكتبة اسكندرية الرائعة جدا، واللي يمكن كان لينا رحلة جوه مكتبة اسكندرية ادعوكم تستدعوها من فيديوهات القناة وتتفرجوا عليها، تستمتعوا جدا بالمكتبة الجميلة جدا واللي اتعملت مكان مكتبة اسكندرية القديمة العريقة الرائعة. احنا دخلنا بالفعل بقى مرة تانية من طريق قناة السويس، وزي ما شفتوا كده واحنا بقى ماشيين بنبقى زعلانين جدا اول ما بندخل بقى الطريق من الجزء ده، لان احنا بنكون راجعين وهنسيب بقى بحر اسكندرية الرائع وراجعين مرة تانية على المدينة اللي بنعيش فيها. طبعا كان زي ما قلت لكم على يمنا مكتبة اسكندرية الجديدة واللي كانت إحياء لمكتبة اسكندرية القديمة واللي كانت أكبر مكتبة في عصرها واللي افتتحت سنة 2002. احنا نعتبر كده في نهاية الرحلة، يعني زي ما انتم شايفين اهو قبل ما انهي الرحلة بس هنعدي اهو تقاطع الترماي الرائع واللي لسه كنت بكلمكم عليه من شوية صغيرين. احنا كده في نهاية رحلتنا النهاردة واللي كانت في طريق من اهم طرق اسكندرية وفي شارع من اطول واشهر واهم شوارع اسكندرية وهو طريق قناة السويس. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا حالاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان المصريين والأجانب والعرب وكل اللي ما زارش اسكندرية يستمتع بجمال وعراقة وتاريخ مدينة من أقدم مدن العالم وهي مدينة اسكندرية اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا الطريق اللي انا دخلت عليه دلوقتي وما نزلتش النفق كده، انا كنا نزلنا النفق كنا هنروح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، لكن الطريق اللي انا دخلت فيه دلوقتي هيوصلنا على شارع ابو قير اللي هو يعتبر برضو من واحد من اشهر شوارع اسكندرية. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.